بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسله فتشوا الكتب، ونكمل كلامنا عن شخصيه موسى. قلنا ان ربنا له المجد اختار موسى وكان في حاله يعني من صغر النفس، حس انه عجز ومش بيعرف يتكلم وفي خوف جواه، وابعد ما يكون عن صوره النبي او مخلص الشعب. وربنا لو المجد أصر أنه هيكمل رسالته واداله تسهيلات وتشجيعات كتيرة، منها اداله العصاية اللي تعمل معجزة والقدرة على عمل المعجزات، واداله هارون يشاركه خدمته ويتكلم بالنيابة عنه. وهو نازل على مصر حصل الموقف بتاع أنه ظهر له الملاك اللي كاد يقتله وانفك عنه لما صفورة خدت حجر صوان وقطعت غرلة ابنها وحطت نقطة الدم على رجلين موسى وقالت عريس دم للختام. وصل موسى مصر وعمل اللي ربنا قاله له، قال له قابل الشيوخ وكلمهم وادخل بيهم على فرعون وقول له أطلق شعبي ليعبدوني. يقول فقال فرعون من هو الرب حتى أسمع لقوله فأطلق إسرائيل، لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلقه. فقال إله العبرانيين قد التقانا، فنذهب سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا لئلا يصيبنا بالوباء أو بالسيف. فقال لهما ملك مصر لماذا يا موسى وهارون تبطلان الشعب من أعماله؟ اذهبا إلى أثقالكما. وقال فرعون هو ذا الآن شعب الأرض كثير وأنتما تريحانهم من أثقالهم. لما موسى وهارون دخلوا وطلبوا الطلب ده من فرعون، اللي حصل انه فرعون اتأسى اكتر وحس ان هما بيتدلعوا، وامر عبيده ان هما يمنعوا عنهم بعض الامكانيات اثناء الشغل، فاصبح الشغل مضاعف واصبح العبء اكبر، فاتقلبوا على موسى وهارون. لدرجة ان موسى قال لربنا في اخر اصحاح 5، قال له يا سيد لماذا أسأت إلى هذا الشعب؟ ده ربنا موسى بيكلم ربنا له المجد. لماذا أرسلتني منذ دخلت إلى فرعون لأتكلم باسمك أساء إلى هذا الشعب وأنت لم تخلص شعبك؟ فقال الرب لموسى الآن تنظر ما أنا أفعل بفرعون، فإنه بيد قوية يطلقهم وبيد قوية يطردهم من أرضه. هنا نلاحظ حاجة، ان ربنا ما خلاش موسى ينجح من اول مرة وبسهولة، بالعكس اول جولة انتهت نهاية ان الناس ضايقت منه جدا واعترضت عليه وقالت لهم يعني انتوا اساءتوا الينا، كنا عايشين من غيركم في سلام، دلوقتي المشاكل زادت والحكاية بقت اسوأ بسبب تدخلكم. فراح موسى يجري على ربنا يقول له يا رب طب انا كنت عملت ايه؟ اخترتني ليه؟ بعتني ليه؟ وعاتب ربنا. انما ربنا له المجد بقى له طويل، يقول له استنى بس يا موسى، انا قلت هفرجك وهوريك قد ايه ايدي قوي. ربنا ساعات يخلي المشاكل تتعقد اكتر لما نصلي، والواحد يستغرب يا رب يعني انا لما اصلي تتعقد اكتر؟ يقول له طول بالك هفكها، وهفكها بطريقة ما تنساهاش طول عمرك، انما في الاول احيانا فعلا تتعقد. وبعدين فضل يفكر ويقول له انا يا موسى اله ابراهيم واسحاق ويعقوب، وانا قلت لك انزل وخلص الشعب وانا عارف انا بقول لك ايه. وبعدين يقول كلم موسى هكذا بني اسرائيل ولكن لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية. يعني موسى راح يصبرهم زي ما ربنا قال له، قالوا له يا عم انت بتتكلم كلام وخلاص، احنا مذلولين واحنا الحكاية متعقدة ومفيش فايدة. فلم يسمعوا من صغر النفس. برضو دي نقطة مهمة، لما الواحد يكون عنده صغر نفس ما بيستقبلش كلام ربنا بسهولة، يعني كبر النفس مؤذي وصغر النفس مؤذي. موسى كان عنده صغر نفس، ربنا قاعد يحايله عشان يبتدي الخدمة. والشعب عنده صغر نفس فعنده يأس، ففكرة ان ربنا يتدخل ويخلصهم بعيدة مستبعدة، مش راضين يقبلوها ويصدقوها. اذا صغر النفس كمان معطل عن الايمان. عشان كده الخدمة الصح تخلي الكبير النفس يصغر شوية وصغير النفس يكبر شوي. عشان كده مثلا اتقال على يوحنا المعمدان انه ايه الجبال والهضاب تنخفض والمنخفضات ترتفع وتصير المعوجات سهلة والشعاب طرقا مستقيمة. يبقى كأنه بيرصف الطريق كده قدام ربنا عشان يقبل ربنا بسهولة.
الإيمان يحتاج إلى نفسية ما فيهاش صغر نفس يعني، عشان الواحد يصدق كلام ربنا. وبعدين تكلم موسى أمام الرب قائلا: هو ذا بنو إسرائيل لم يسمعوا لي. تلاحظوا أن موسى بقى يرجع لربنا في كل صغيرة وفي كل كبيرة، يقول له: ما سمعوا ليش، مش راضين يمشوا ورايا، أعمل إيه؟ فكيف يسمعني فرعون إذا كان ناسي مش سامعني؟ طب فرعون هيسمعني وأنا أغلى في الشفتين. رجع تاني اتهز وحاسس أنه مش قد الرسالة. فكلم الرب موسى وهارون وأوصى معهما إلى بني إسرائيل وإلى فرعون ملك مصر في إخراج بني إسرائيل من أرض مصر. وبعدين في المرحلة دي تبتدي بقى الضربات، بقى موسى وهارون يدخلوا والمرة دي يهددوا، يقولوا له: شوف ربنا بيقول لو ما كنتش هتطلق الشعب هيحصل كيت وكيت. وبدأت سلسلة من الضربات. الضربات اللي جت على أرض مصر أثبتت لموسى أولا أن إلهه قوي فعلا، وأثبتت للشعب أن ربنا بتاعهم قوي وقادر، وأن فرعون صغير قصاده. ودت فرصة لفرعون والمصريين يتوبوا، قليل قوي من المصريين اللي آمنوا بإله العبرانيين وصاروا لفيفا وانضموا لشعب إسرائيل، إنما الغالبية فضلت تعند وتكابر برضو. كمان الضربات أثبتت للفراعنة أن آلهتهم وأوثان مزيفة، لأن الضربات جت أحيانا في بعض ما يعبده المصريين زي النيل وزي بعض الحيوانات. فالضربات دي أثبتت عجز الجماعة دول بسبب أوثانهم عن الوقوف أمام الله. كلم الرب موسى وهارون قائلا: إذا كلمكما فرعون قائلا: هات يا عجيبة تقول لهارون خذ عصاك واطرحها أمام فرعون فتصير ثعبانا. بقى ربنا يقول لهم لما يقول لكم وروني كده حاجة من العجائب بتاعتكم، قل لهارون ارمي عصايتك يا هارون. ما هو خلاص اتفقنا، موسى يقول لهارون وهارون ينفذ. فدخل موسى وهارون لفرعون وفعل هكذا كما أمر الرب، طرح هارون عصاه أمام فرعون وأمام عبيده فصارت ثعبانا. فدعا فرعون أيضا الحكماء والسحرة ففعل عرافوا مصر أيضا بسحرهم كذلك، طرحوا كل واحد عصاه فصارت العصي ثعابين، ولكن عصا هارون ابتلعت عصيهم. هنا دي إشارة مهمة أن الشياطين ساعات يعملوا أعمال خارقة مبهرة زي أولاد الله. عصاية موسى بتتحول لتعبان وترجع عصاية، وعصيان السحرة ممكن هي كمان تتحول لتعابين. طب إيه الفرق؟ يقول أنه صارت العصا ثعابين ولكن عصا هارون ابتلعت عصيه. يعني قوة الشر ليها حدود، إنما اللي بيشتغل مع ربنا ربنا ملوش حدود، فدايما ربنا يغلب في الآخر. وعصا هارون معناها قوة الكهنوت وعصاية الصليب اللي في ايد الكاهن، دي ما يغلبهاش لا أعمال ولا رباطات الشياطين ولا كل أفكار التعابين اللي في الدنيا. هنا العصاية اللي في يد الكاهن لها قوة أكتر من سلطان أي شر في الدنيا. لكن في الأول الناس في حل المشاكل للأسف قد تلجأ للسحرة أو اللي بيتعاملوا مع الشياطين لحل مشاكله، لكن تفضل عصاية ربنا اللي فيها القوة. ثم قال الرب لموسى: قلب فرعون غليظ قد أبى أن يطلق الشعب. يبقى فرعون شاف المنظر أن عصاية هارون ابتلعت العصيان الأخر، وشاف منظر العجائب اللي بدأت على يد موسى وهارون، إنما أبى أن يطلق الشعب. قال له: اذهب إلى فرعون في الصباح إنه يخرج إلى الماء، وقف للقائه على حافة النهر، والعصا التي تحولت حية تأخذها في يدك، وتقول: الرب إله العبرانيين أرسلني إليه قائلا اطلق شعبي ليعبدوني في البرية، وهو ذا حتى الآن لم تسمع. هكذا يقول الرب: هذا تعرف أني أنا الرب، هنضرب بالعصا التي في يدي على الماء الذي في النهر فيتحول دما، ويموت السمك الذي في النهر وينتن النهر، فيعافى المصريين أن يشربوا ماء من النهر. بدأت الضربات. ربنا عادة له المجد يحاول معانا نتوب بالذوق. لما الواحد يعند ويبقى قلبه غليظ تيجي ضربات تقيلة تفوقه، تعقله، تظبطه، تخليه يصحى لنفسه عشان يتوب. فرعون كان غليظ الرقبة، غليظ القلب، مش عاوز يسمع، شايف قصاده رجل الله واضح وبيقول كلام ربنا وبيثبت انه جاي من ربنا بإثباتات كتير، انما هو مش عاوز يتنازل. قلب فرعون الغليظ كان ينسب الى فرعون نفسه في الاول. بعد كده نسمع في اصحاح 9 عدد 12 يقول: شدد الرب قلب فرعون فلم يسمع.
ودي ساعات ناس تتلخبط وتقول يعني هو ربنا اللي قس قلبه؟ هو قس قلبه مرة واتنين وعشرة وعند وغلظ قلبه السيء، فلما ربنا يعني شافه مفيش فايدة فيه سلمه لقسوة قلبه، فبان ان ربنا يعني شدد قلبه كأنه قال له خلاص انت حر بقى فعندك ده. ربنا ما بيقصدش يغلظ قلب حد، ربنا لا يشاء ان يهلك احد، لكن لما الانسان يعند مرات طويلة يتركه في غلظة قلبه، زي ما قال في روميا واحد اسلمهم الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. طب ليه ما انتهتش حياته كده وخلاص وراح جهنم؟ لا، هو ربنا عاوز يستخدمه كوسيلة يظهر بيها قوته. فبالرغم ان فرعون كده ثبتت نهايته السيئة بسبب غلاظة قلبه واستيفاء فرص التوبة، انما لسه ربنا عاوز يظهر للشعوب حكمته وقدرته، فقال اظهر فيه قوتي. جت ضربة المواشي وجت ضربة الدمامل والضربات انهالت على مصر، ونفس الشعب ابتدى يصرخ لفرعون ارحمنا يا فرعون من موسى ومن ضرباته. وجت بعد كده ضربة البرد، وبعض الضربات كانت تصيب كل شعب مصر إلا الجزء اللي فيه شعب إسرائيل ما يبقاش عليهم الضرب، فبان التمييز الواضح بين شعب الله وبين الشعوب التي تتبع الأوثان. وبعدين يقول خرج موسى من المدينة من لدن فرعون وبسط يديه إلى الرب فانقطعت الرعود والبرد ولم ينصب المطر على الأرض، ولكن فرعون لما رأى أن المطر والبرد والرعود انقطعت عاد يخطئ وأغلظ قلبه هو وعبيده، فاشتد قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل كما تكلم الرب. ساعات الواحد جوه التجربة يقول له يا رب خلاص آخر مرة، دي توبة ونصوحة ومش هرجع تاني، بس عديها يا رب وانا هتعدل وابقى، وبعدين تعدي يرجع تاني للخبطة بتاعته ويعند تاني ويركب دماغه ويقول يمكن ما كانتش ضربة ولا حاجة، دي كانت ظروف وخلاص، ويعند الانسان. ربنا بيبعت تجارب وتأديبات عشان الناس تتوب، لكن يا ترى كل الناس بتفهم وبتتوب؟ للأسف مش كل الناس. قال الرب لموسى ادخل إلى فرعون فإني أغلظت قلبه وقلوب عبيده كي أصنع آياتي بينهم ولكي تخبر في مسامع ابنك وابن ابنك بما فعلت في مصر وبآيات التي صنعتها بينهم فتعلمون أني أنا الرب. فدخل موسى وهارون لفرعون وقال له هكذا يقول الرب إله العبرانيين إلى متى تأبى أن تخضع لي؟ يعني التعبير ده يتقال لنا كلنا، إلى متى تأبى أن تخضع لي؟ صدقوني كلنا بنحتاج الكلمة دي كل يوم، ربنا يدينا وصاياه ويبقى عاوزنا نسمع كلام ويقول ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك. إلى متى تأبى أن تخضع لي؟ ليه مش راضي تسمع الكلام؟ لو سمعت كلامي تعيش في سلام، لو سمعت كلامي تخلص. أطلق شعبي ليعبدوني، فإنه إن كنت تأبى أن تطلق شعبي ها أنا أجيء غدا بجراد على تخومك. من أقصى الضربات اللي جت ضربة الجراد، الجراد لما يجي يأكل كل الأخضر اللي في الأرض ويمسح كل الخير اللي في مصر في يوم واحد، فكانت خراب على مصر ما حصلش زيه بالسهل أبدا، والضربة دي كانت تقيلة جدا ويعني هيجت كل الشعب وتعبت فرعون وكل شعب. وبعد كده جت ضربة الظلام، وأخيرا جت ضربة الأبكار. ربنا كأنه ابتدى يمد إيده الأول ويشوف الإمكانيات، الحاجات المادية والخير اللي في الأرض، لغاية ما الضربة وصلت إلى الأولاد. أحيانا برضو ربنا يعمل معانا كده في التأديب، يأدبك بمشاكل خارجية، يعني تبقى مشاكل شغل، مشاكل فلوس، مشاكل عربيات، مشاكل جيران، وبعدين الواحد بدل ما يتوب ويقرب من ربنا يفضل يعند. مع العند الزيادة ده يبتدي ربنا بقى ايه يزود العيار شوية ويدخل مشاكل لغاية البيت عشان تصلي، لكن الواحد ساعات يكابر ويقفل قلبه ومش عاوز يصلي برضه ويستمر في عنده، في الآخر تبقى نتيجة صعبة. يقول قال الرب لموسى لا يسمع لكما موسى لكي تكثر عجائبي في أرض مصر، وكان موسى وهارون يفعلان كل هذه العجائب أمام فرعون، ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل من أرضه. لما قال له موسى قال له أنت مش هتشوفني تاني،
فرعون قال له امشي مش عاوز اشوفك. فموسى قال له خلاص انت مش هتشوفني تاني، بس المرة دي انت اللي هتطلبني. وفعلا ده اللي هيحصل مع ضربة الابكار، فرعون هو اللي هيستدعي موسى يقول له من فضلك خد شعبك واطلع، احنا كده خلاص هنموت كلنا بسببك. يجي بقى اصحاح 12 يورينا بداية العهد القديم بشكله التقليدي القديم، شكل الفصح والذبيحة وشريعة الفطير اللي بعد كده. فربنا له المجد يشرح لموسى ايه اللي يتعمل، يقول له كل عيلة تجتمع وتجيب خروف في اليوم الفلاني، حدد له اليوم، وبعدين تذبحوا الخروف وتاكلوه على اعشاب مرة، وانتوا بتاكلوا تبقوا رابطين حذياتكم ورابطين مناطقكم عشان مستعدين للسفر، قبل ما تاكلوا ترشوا الدم على الباب بره على علامة الصليب على العتبة العليا والقائمتين، الملاك هيعدي، البيت اللي ما عليهوش دم هيدخل يموت البكر، إشارة للموت اللي يعم الكل، أرى الدم فأعبر عنكم. طبعا دي كلها إشارات دقيقة عن خلاص العهد الجديد، دم المسيح المخلص، علامة المسيح الصليب اللي بتفدينا، الفصح اللي هناكله اللي هو جسد المسيح ودمه، ويقول اللي ما ياكلش تقطع تلك النفس، اللي ما يشتركش في الفصح ده ملوش نصيب، ما يخرجش، ما يقدرش يهرب معاهم. واللي من الجماعة المصريين أو العبيد اللي وافقوا على الفكرة يتختنوا هم كمان، ياخدوا الختان في جسدهم ويستحقوا أكل الفصح زي ما بيحصل بالظبط، اللي آمن بالمسيح إلهنا بيتعمد ويستحق التناول. فالإصحاح ده إصحاح مهم قوي لشرح قصة الفصح وإزاي ربنا كان بيجهز لفكرة دم العهد الجديد، دم العهد الأبدي. يقول حدث في نصف الليل أن الرب ضرب كل بكر في أرض مصر، من بكر فرعون الجالس على كرسي إلى بكر الأسير الذي في السجن وكل بكر بهيمة. فقام فرعون ليلا هو وكل عبيد وجميع المصريين، وكان صراخ عظيم في مصر. اليوم ده بالنسبة للمصريين زي يوم الدينونة، لو الواحد ما سمعش كل الرسائل الروحية اللي بتجيله أو التأديبات اللي بتعدي عليه في حياته ومرضاش يخرج يعبد ربنا ويركز في الخضوع لإرادة ربنا، يجي يوم فيه صراخ ملوش توبة ملوش علاج ما منوش شفاء. كان يوم الصراخ الصعب ده كل بيت فيه صراخ، إشارة إلى اليوم الأخير اللي يقولوا فيه للجبال غطينا وللأكام اسقطي علينا من وجه الجالس على العرش ومن غضب الخروف. يقول كان صراخ عظيم في مصر لأنه لم يكن بيت ليس فيه ميت. التعبير ده خد واحد من القديسين وقال ان كل واحد فينا زي اللي في بيته ميت، يعني جواه في خطية في فساد، فمش معقول واحد يسيب الميت اللي عنده ويبكي على ميت صاحبه او ميت جاره، يعني كل واحد خليه في همه، واللي عاوز يشيل همه يلجأ الى دم المسيح الفصح الحقيقي والى الافخارستية مخلصنا وربنا يسوع له المجد. دعا موسى وهارون ليلا وقال قوموا اخرجوا من بين شعبي أنتما وبنو إسرائيل جميعا، واذهبوا اعبدوا الرب كما تكلمتم، خذوا غنمكم وبقركم كما تكلمتم واذهبوا. تعرفين هو فرعون كان بيفاصل شوية، يقول طب خذوا الرجالة بس، طب خذوا الناس بس ما تاخدوش حاجتكم، وموسى كان مصر، اللي قالوا ربنا هيحصل هناخد كل حاجة مش هنسيب حاجة. وباركوني ايضا، فرعون بقى اتذل تمام وقال لهم طب حتى باركوني قبل ما تمشوا. والح المصريون على الشعب ليطلقوهم عاجلا من الارض لانهم قالوا جميعنا اموات، بقوا مرعوبين من العبرانيين لان الههم قوي. فحمل الشعب عجينهم قبل ان يختمر ومعاجنهم مسرورة في ثيابهم وعلى اكتافهم، وفعل بنو اسرائيل بحسب قول موسى، طلبوا من المصريين امتعة فضة وامتعة ذهب وثياب، وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى أعاروهم فسلبوا المصريين. بسبب الخوف كانوا بيدوهم كل حاجة، وبكده استردوا حقهم اللي بخسوه الجماعة المصريين سنين طويل. يقول فارتحل بنو إسرائيل من رعمسيس إلى سكوت نحو 600,000 ماشي من الرجال عدا الأولاد. شوفوا موسى اللي كان وراه شوية غنم وقعد على كده 40 سنة وكبر في السن وبقى راجل عجوز، النهاردة ماشي وراه 600,000 راجل غير ستاتهم وعيالهم، يعني أكتر من 2 مليون نسمة مثلا.
كل دول بيقودهم موسى العجوز، لأنه أصبح رجل الله، رجل الرؤى والإعلانات، رجل العجائب والمعجزات. دلوقتي ربنا ماشي قصاده، فموسى ماشي وراه. وصعد معهم لفيف كثير. اللفيف دول الناس اللي انضموا ليهم وقالوا احنا إلهكم إلهنا، عاوزين نبقى زيكم، مع غنم وبقر مواشي وافرة جدا، وخبز العجين الذي أخرجوه من مصر خبز ملة فطيرا إذ كان لم يختمر. تعرفين طقس الفصح، بعد ما يذبحوا الخروف يفضلوا يأكلوا فطير 7 أيام، يعني ما يأكلوش حاجة مختمرة، إشارة إلى حياة نقية من الخميرة، نقية من الشر. عشان كده بولس يقول فصحنا المسيح ذبح لأجلنا. إذن لنعيد ليس بخميرة الشر بل بفطير الإخلاص والحق، يعني نبطل نعيش في الشر. مش معقول نتناول ونعيش في الشر، نعيش بقى في حياة مقدسة مخلصة. يقول قال الرب لموسى وهارون هذه فريضة الفصح، كل ابن غريب لا يأكل منه، ولكن كل عبد رجل مبتاع بفضة تختنه ثم يأكل منه. قال لهم دي فريضة بقى، دي هتعملوه كل سنة العيد ده، ومين اللي يأكل منه؟ أهل العشيرة بس، ولاد الختان فقط. وإذا كان غريب نفسه يأكل منه لازم يختتن أولا، يعني يعلن خضوعه لإله إسرائيل ويختتن ثم يتقدم إلى أكل الفصح. وعلامة أكل الفصح تعني ارتباطه النهائي وانضمامه لشعب الله. وبعدين ربنا قال له يا موسى قدس لي كل بكر فاتح رحم أمه. أنت يا موسى أولادك الأبكار ما ماتوش، ليه؟ لأن كانوا محميين في الدم. عاوزكم تفتكروا الحكاية دي طول العمر، أن الدم حماكم وأنه أبكاركم مقدسين. الفكرة دي مهمة. ليه؟ ربنا كان عاوز يأسس فكرة البكر. البكر يعني المولود الأول فاتح رحم أمه. إنما احنا شفنا في العهد القديم أن الأبكار بالتناسل الطبيعي ما مشيوش في سكة البركة. قايين كان بكر اترفض، رأوبين كان بكر اترفض، إسماعيل كان بكر اترفض، إسرائيل نفسه كان شعب الله البكر اترفض. لكن في العهد الجديد معلمنا بولس يقول احنا دلوقتي كنيسة أبكار، يعني كلنا فينا البكورية الروحية، بمعنى أنت اتولدت من الكنيسة بكر على شبه البكر، لأن المسيح لقب بالبكر بين إخوة كثيرين، فأصبحنا واخدين بكوريتنا من المسيح له المجد، الابن الحقيقي البكر، كلنا على شبهه، فصرنا كلنا كنيسة أبكار، مولودين ولادة جديدة من الكنيسة بالمعمودية. فهنا قدس لي كل بكر، يعني كل العهد الجديد مقدسين. في العهد القديم كان البكر يفدى بشاء أو بذبيحة عشان ما يموتش لأنه مقدس، إنما احنا في العهد الجديد كلنا أبكار وكلنا مكرسين مخصصين مقدسين للمسيح له المجد. وبعدين يقول له متى سألك ابنك غدا قائلا ما هذا؟ تقول لو بيد قوية أخرجنا الرب من مصر من بيت العبودية. أساس فكرة سفر الخروج كله الحركة دي، الخروج من مصر بيد قوية، الانتصار على فرعون وجيشه بالفصح والحرية اللي خدوها والانطلاق إلى سين. وكان لما تقص فرعون عن إطلاقنا أن الرب قتل كل بكر في أرض مصر من بكر الناس إلى بكر البهائم، لذلك أنا أذبح للرب الذكور من كل فاتح رحم، ذكور الحيوانات، وأفدي كل بكر من أولادي، فيكون علامة على يدك وعصابة بين عينيك، لأنه بيد قوية أخرجنا الرب من مصر. كون علامة الفصح تبقى على يدك زي دق الصليب على الإيد كده، يعني الواحد يمسك صليب أو يدق صليب أو يرشم الصليب أو يقول باسم الصليب، تفضل علامة خلصنا، يعني الواحد بدون الدم كان زمانه مات وهلك، إنما أرى الدم فأعبر عنكم، فأصبح الصليب هو عنوان خلصنا، والعلامة دي تبقى نصب أعيننا. يقول عصابة بين عينيك، يعني تبقى ماسكها في ايدك زي ما بترشم الصليب، وقصاد عينيك يعني دايما عينيك على المسيح المصلوب. يقول لم اعزم ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع المسيح واياه مصلوبا، انتم الذين رسم امام عيونكم يسوع المسيح المصلوب. وبعدين يقول الكتاب هنا انه اخذ موسى عظام يوسف معه لانه كان قد استحلف بني اسرائيل بحلف قائلا ان الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا معكم. فكركم يوسف لما
ودع يعقوب أبوه وراح دفنه في مغارة المكفيلة، هو كمان اشتاق انه يلحق بأبوه جده وأبو جده عشان يلتحق بطابور المؤمنين القديسين الآباء البطاركة الأوائل. فلما مات يوسف وهو معتبر فرعون لازم هيتحنط ويدفن في مصر، وعرف بروح النبوة ومن كلام أبو يعقوب إن هتدور الأيام ويخرجوا العبرانيين من مصر، قال لهم أنا تبعكم مش تبع الفرعون. لما يجي اليوم اللي تخرجوا من مصر خدوا عظمي معاكم. من يوسف لموسى زيادة عن 300 سنة، إنما بعد ما يوسف مات فضلت الوصية دي محفوظة، ولما جه موسى يخرج الشعب خد معاه عظام موسى عشان يدفنها جنب يعقوب وإسحاق وإبراهيم. وارتحلوا من سكوت ونزلوا في إيثام في طرف البرية، وكان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم، لكي يمشوا نهارا وليلا، لم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا من أمام الشعب. موسى اللي تعود يتكلم مع ربنا وأصبح كليم الله وبيجري على ربنا في كل صغيرة وكبيرة، ربنا بيتعامل معاه بطريقة واضحة جدا. أصبح قدام عينيه عمود سحاب يتقدمه طول النهار، وبالليل لما الدنيا تظلم يتحول إلى عمود نار يتقدمه طول الليل، عشان لو هيمشوا بالنهار شايفين عمود السحاب، ولو هيمشوا بالليل شايفين عمود النار. وتشبيه النار وتشبيه السحاب بحضور الله تشبيهات مشهورة، لأن إلهنا نار آكلة، ربنا يحرق الشر ولكن يحفظ المعادن الثمينة وينقيها. فيبقى الواحد يتنقى بالنار، فحضور ربنا زي النار ينور وفي نفس الوقت يحرق الغلط. حضور النار على شكل سحابة، ربنا على شكل سحابة، معناها التسامي والارتفاع والنقاء، عشان كده كانت السحابة تغطي عليهم يحسوا بحضور ربنا. موسى بقت حياته كلها في عمود السحاب وعمود النار، حياته تنقاد بروح الله وكمل سعيه بسلام. مرة جاية نكمل تاني كلامنا مع موسى النبي ونستعرض معاكم ايه اللي هيحصل بعد الفصح، وازاي هيعدي البحر، والمشاكل اللي هتقابله أثناء وبعد عبور البحر. فكركم في ميل للبرنامج اللي يحب يبعت لنا أي تساؤلات عن شخصية موسى أو الشخصيات اللي قبل كده، نكون سعداء نرد عليكم في الحلقات القادمة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.